مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في كل مكان. وتغطية جديدة خاصة بملف التعليم. خلوني اقول لحضراتكم انه المدارس الثانوي اعلنت الاوراق المطلوبة لاستلام اجهزة التابلت لطلاب الصف الاول الثانوي. ويعني خلوني اذكر لحضراتكم الاوراق دي بتشمل ايه، او هي عباره عن ايه. هي عباره عن اصل بوليصه تامين التابلت بعد سدادها في مكتب البريد، كمان بالاضافه الى صوره منها وصوره بطاقه ولي الامر واقرار ولي الامر من المدرسه، والى جانب ايضا صوره شهاده ميلاد الطالب وايصال تامين التابلت الاصلي وصورتين من الايصال، الى جانب ايضا اقرار تسليم التابلت على ان يتم تجهيز الاوراق حتى موعد تسليم الاجهزه للطلاب. كمان أكدت وزارة التربية والتعليم تسليم قرابة 635 ألف جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، وأن المديريات بدأت في استلام الأجهزة ومستمرة حتى 10 نوفمبر المقبل. لو هنتكلم عن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، فستعقد إلكترونيا وستكون أسئلتها على يعني غرار أسئلة امتحانات الثانوية العامة للعام الماضي بتقيس الفهم والتحليل في إطار بالتأكيد يعني تطبيق نواتج التعلم المرجوة ويعني هدف التعليم الأساسي. كمان بيعتبر نظام التقييم الجديد للصف الأول الثانوي جديد لكون الطلبة يعني بالتأكيد قادمين من مرحلة مختلفة وهي مرحلة الشهادة الإعدادية. فيعني خلوني في السطور الآتية يعني أستعرض مع حضراتكم طريقة وأهداف التقييم، واللي يمكن بيأتي على رأسها أو من أبرزها أنه التقييم بيعتمد أو التقييم الجديد بيعتمد على تغيير أسئلة الامتحان. بتكون الأسئلة يعني كلها تقريبا اختبارات من متعدد، جميعها اختيارات من المتعدد بتقيس الأسئلة مدى فهم الطالب للمنهج وكمان نواتج التعلم اللي اكتسبها. يجب تغيير طريقة التحصيل والمذاكرة يعني في النهاية يكون هدفها أو يعني اللي بتهدف له في الآخر هو الفهم. أيضا الاعتماد على مصادر التعلم المختلفة في المذاكرة، ما يكونش بس الطالب يروح علشان يحفظ فقط، كمان الاعتماد على بنك المعرفة ومنصة التعلم، إلى جانب أيضا الابتعاد عن الدروس الخصوصية. طبعا يعني كنا اتكلمنا باستفاضة في تغطيات مختلفة عن مدى أضرارها وقد إيه مهم إن الطالب يكون معتمد على الفهم ومركز في دروسه، ويعني منصات التعليم اللي بقت متاحة بشكل يعني كبير جدا وبنك المعرفة أيضا. يجب أن يتحقق الطالب من إنه وصل لنواتج التعلم المرجوة واللي كان هدفها أو هدف التعليم الأساسي منها. يعتمد في المذاكرة أيضا على ثقافة البحث مش بس الحفظ. التقييم بيظهر للطالب مستواه مقارنة بزملائه، وكمان يعني بيؤهل الطالب للسنة النهائية للالتحاق بالجامعة. كمان ضرورة الابتعاد عن الغش. النتيجة ده ايه؟ اكيد ان الطالب هيقدر يحدد مستواه، مش بس ان هو يكون يعني بيخلص الاختبار علشان يدخل في الاختبار اللي بعديه ويعدي الامتحان وخلاص. بالتأكيد في هدف يعني فكرة التعلم بشكل عام، والابتعاد عن الغش هيبرزها وهيخلي الطالب يعني واقف على أرض صلبة وعارف هو مميز في ايه، فبالتأكيد ده هيسهل عليه فيما بعد المرحلة الجامعية. كمان التابلت وسيلة لتمكين الطالب من الوصول لمصادر المعرفة، وكمان بيعتمد التقييم على تنمية ملكة البحث أثناء المذاكرة، وأيضا نقل الطالب من متلقي للمعلومة لمشارك في عملية التعلم داخل الفصل. كمان التقييم بيهدف لتحرر الطالب من ثقافة الامتحانات الروتينية وفكرة الامتحانات الروتينية اللي كانوا معتادين عليها طول فترة تعلمهم. كمان التعلم الجديد هدفه تنمية مهارة التعلم والمعرفة لدى الطالب، وبيساعد على بناء شخصية الطالب ليصبح فرد نافع لوطنه. ويعني دي كانت أبرز الأهداف أو يعني النقاط اللي بيقوم عليها التقييم. لكن الجدير بالذكر أيضا أن العام الدراسي الجديد انطلق السبت 9 أكتوبر الجاري، ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتوفير مناخ وبيئة تعليمية صحية للطلاب داخل المدرسة تزامنا مع انطلاق أول يوم بالعام الدراسي الجديد، موضحة أنه سيتم متابعة تطبيق يعني كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الفصول من لحظة دخول الطلاب للمدرسة حتى خروجهم، مع تلقي يعني أي شكاوى واستفسارات من قبل أولياء الأمور على مدار الساعة. كمان الجدير بالذكر أن الوزارة حذرت المدارس من التهاون في تطبيق طبعا الإجراءات الاحترازية والوقائية على الطلاب وأيضا المعلمين خلال اليوم الدراسي، مع تنفيذ الخطة الدراسية بشكل دقيق والالتزام بالمنهج الدراسي وفق يعني توزيع المقررات الدراسية، مشيرة إلى أن تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول من خلال تطبيق الفترتين الدراسيتين.
يعني بكده نكون وصلنا مع حضراتكم لنهاية تغطيتنا الخاصة بملف التعليم وتسليم الطلبة للتابلت، وكمان الأوراق المطلوبة ل يعني حصول الطلبة على التابلت. يعني تابعنا مع حضراتكم كافة التفاصيل، المعلومات والتفاصيل، وكمان الهدف من التقييم الجديد. بشكر حضراتكم في النهاية، شكرا جزيلا لطيف المتابعة، وانتظرونا في تغطيات ومتابعات جديدة على مدار اليوم. شكرا لكم وإلى اللقاء.